صبحي بينزل شويه، ولا محمد صبحي. ويمكن انا يعني عايز اتكلم على محمد صبحي بالذات، يعني محمد صبحي الناس انا مش عارف، بالعكس انا نفسي محمد صبحي يلعب، من الاجوان الموهوبه جدا في مصر، وعنده شخصيه وعنده قرار، ومن احسن الحراس في الدوري المصري. يعني من اذا كان الشناوي واحد، انا وجهه نظري محمد صبحي اتنين يعني. وطبعا ابو جبل عمل يعني حاجه جميله جدا. ابو جبل انا هجي لك على محمد صبحي، بس ابو جبل بالنسبه لي كان مدهش. ليه بقى ابو جبل ده؟ ليه قصه يا كابتن احمد. اولا هو قبل ما يخش مع المنتخب اخر معسكر ده ما كانش بيلعب اساسي مع الزمالك، محمد عواد، ولعبوه ماتش عشان كروش يختاره في القائمه، فهو اصلا كان بعيد عن تشكيله الزمالك الاساسيه. تاني حاجه ان كروش نفسه استبعده في البطوله العربيه. تالت حاجه هو قاعد بيلعب وما بيلعبش، يعني قاعد على الدكه والشناوي هو اللي بيلعب. ينزل يصد تصدي اعجازي في مباراه كوت ديفوار، يصد ضربه ترجيح رجحت كفه مصر طبعا. في مباراه المغرب شال كره خياليه خياليه اللي هي كانت بالهيد دي بالهيد. فبصراحه يشكر جدا، والرجوله طبعا بتاعته في الاخر، وما كانش عايز يخرج كمان، بغض النظر ان احنا دايما بنقول اللاعب المصاب يخرج، بس الرجوله والروح دي حاجه عظيمه جدا من محمد ابو جبل. نوعيه اللعيبه الدوليين اللي هي عندها برضو شخصيه، احنا بنتكلم على لعيبه تقدر تشيل فرقه صح. فابو جبل بيلعب في نادي الزمالك برضو يعني لازم نكون يعني عارفين هو بيلعب فين. بيلعب في نادي ما بيقبلش غير ان هو يكسب صح. نفس الحكايه زي الشناوي عشان كده دول عندهم شخصيه. صبحي كمان انا سعيد ان انت اتكلمت عنه كده، عشان صبحي هو نازل الماتش اللي فات من مكان محمد جولك، كان الناس تقول لك يا خبر ده هيعمل ايه ومش هيعمل ايه. انا بقول لك احسن جون بيعجبني في الدوري المصري محمد صبحي، ولعب قدامي. انا مش بقولها من لا، لعب قدامي ماتشين. لا انا حتى وانا على الدكه بقول لهم ده جون كبير بيلعب قدامنا مش صغير. عنده قراراته مظبوطه بقى، مظبوطه، بيطلع ياخد الكره العرضيه كويس قوي. بيلعب برجله كويس جدا. في الانفرادات هايل. عايز اقول لك حاجه، في ضربات الجزاء يفوق حراس بتوعنا كلهم. يعني صبحي لو ماتش المغرب وانا قاعد كان معايا اصدقاء بتفرج، قلت لهم اتمنى ان صبحي اللي هو في ضربات الجزاء. فاحنا لا يفوق عندنا كل حراس المنتخب في ضربات الجزاء. مميز جدا فيه شناوي ابو جبل وجاد كلهم. اقول لك حاجه، انا حتى المباراه بتاعتي لما لعبته في الانتاج الحربي والاتحاد كانت ضربه جزاء وصدها وتردد جبناها جون. هو صعب تجيب في جون في ضربات جزاء، مميز جدا. مش كلام ده، لا انا يعني انا بكلمك انا في المطبخ. فالناس لازم تبقى عندها ثقه، ومش هو بس، وحتى محمود جاد مميز وجون بارد وهادي وما بيخافش صح. لا انا مش شايف ان في حد حتى لو لعب هنبقى قلقانين. طيب. يعني.